ما دليلكم في جمع المريض صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ جاء فيه عدة حديث، منها حديث ابن عباس جمع صلى الله عليه وسلم في المدينة بين خوف ولا غير خوف ولا مطر، غير خوف ولا سفر. هذا دل على أن السفر والمطر والخوف يجمع لأجله، فالمرض من باب أولى. كذلك حديث حماد بن جحش ثبت في السنة أن النبي أذن لها في الجمع وكانت مصابة باستحاضة شديدة، فأمرها بالجمع وقال إنه خير الأمرين. قال العلماء إذا كانت الاستحاضة سوق الجمع لأنها متعبة ونوع من المرض، فهكذا الأمراض الأخرى التي يشق معها الصلاة كالحمى ونحوها، فإذا جمع فلا بأس.